بالتزامن مع انطلاق عرض فيلم فرق خبرة في السينمات المصرية، وهو آخر عمل ظهرت فيه الراحلة القديرة الفنانة دلال عبد العزيز. نشرت دنيا سمير غانم بوست على فيسبوك بركت من خلاله لصناع الفيلم ودعت بالرحمة لوالدتها. وبريمير الفيلم كان بالقاهرة أول امبارح، ودلال عبد العزيز كانت حاضرة من خلال صورة لها حملتها هدى المفتي على الريد كاربت. صورة طبعا صار عليها تفاعل كبير من الجمهور وصارت فايرل على السوشيال ميديا. واحنا طبعا كنا موجودين في البريمير، وأبطال الفيلم هم هدى المفتي ومحمد الشرنوبي اللي اتكلموا في البداية عن الفنانة دلال عبد العزيز. بقول لك عايزة اتطلق. هي على طول كانت بتعلمنا كلنا بجد، وانا بحبها وكانت حنينه قوي الله يرحمها. طبعا ده تعاون بتشرف بيه، فخور ان انا كنت جزء من عمل فني موجود فيه قيمه فنيه كبيره زي استاذه دلال. كلنا كان نفسنا تبقى موجوده معانا النهارده، ربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها وتبقى في الجنه ان شاء الله. والراحل دلال عبد العزيز بتادي بهالعمل دور والده محمد الشرنوبي اللي بيقدم شخصيه ناجي. الحقيقه ناجي شبه معظم الشباب، عنده مشكله معينه ان هو محبوس جوه قوقعه معينه مش عارف يخرج منها، ما بيخرجش منها غير بعلاقه معينه او بطريقه معينه هنشوفها بعد كده وهنكتشفها في الفيلم. ودي حاجه شخصية شبه كل الشخصيات تقريبا، انه كلنا بنبقى بتيجي علينا مرحلة ما بنبقاش عارفين نعمل ايه عشان نحتك بالعالم الخارجي ونحتك بالحياة الواقعية. وهي طبعا اول بطولة مطلقة للشرنوبي. فرق خبرة فيلم مختلف تماما، بقالنا كتير قوي ما عملناش الجانرا دي، بقالي كتير ما قريتش سكريبت عجبني قوي كده، فده اللي جذبني ليه وده اللي خلاني اعمل اول بطولة مطلقة فرق خبرة، لانه انا اتعرض عليا حاجات كتير قبل كده وتبقى اول بطولة مطلقة وكنت بخاف، كنت بتراجع وكنت ساعات بمضي وبتراجع في الاخر وبحس انه لا انا مش هقدر اعمل كده دلوقتي ومش وقتها. حسيت ان انا مرتاح للخطوه وحسيت ان انا قادر اعمل كده دلوقتي، وحسيت انه فرق خبره هو الفيلم المناسب اللي يبقى اول فيلم ليا. وهالفيلم كمان هو التجربه الاخراجيه الاولى لشريف نجيب مؤلف الفيلم. اخذت وقت مش في الكتابه، اخذت وقت في ان انا اسيبها وارجع لها. يعني انا كتبت الفيلم ده اول درافت في 2018 وسبته ورحت كتبت فيلم تسليم اهالي وبعدين رجعت له وبعدين سبته وكتبت حاجات. فده كان اكتر حاجه مفيده ان الواحد ينسى الفيلم وبعدين يرجع يقراه تاني مثلا بعد 3 4 اشهر فيقراه بعين جديده فيكتشف مشاكل يكتشف غلطات يكتشف حاجات فيرجع يكتبه تاني. والسيناريو كان احد اهم العناصر اللي شدت هدى المفتي لتلعب الدور الى جانب الشرنوبي بهالفيلم. السيناريو كان قوي قوي، شريف نجيب اول مره يخرج وهو مخرج عنده برسبكتيف مختلفه عن بقيه المخرجين وعنده حاجه معينه عايز يقدمها، فانا كنت حابه اكون جزء منها، ان محمد الشرنوبي جزء من التجربه طبعا. وشخصيه سلمى اللي بتقدمها هدى بهالفيلم هي شخصيه غامضه وبتشبه عدد كبير من البنات. شخصيه هتلاقيها في كل حد، هي الولد وهي البنت، هتلاقيها جزء من كل حد. يعني كل حد مننا في علاقة ما كان سلمى، وكل حد مننا في علاقة ما كان ناجي. شخصية معقدة جدا، شخصية ذكية وغامضة. وبهيك هدى بتتعاون بهالفيلم مع المنتج محمد حفظي من بعد ما قدموا سوا فيلم رأس السنة. لقيته فيلم مش بس في حس جماهيري، لا هو الأهم من كده، هو فيلم صادق جدا، فيلم قريب جدا من جيل مش بيتعمل له أفلام كتير بالشكل ده. ممكن نقول إنهم من 18 17 سنة لحد 25 سنة، ده الجيل اللي احنا بنتكلم عنه. نوع مشاكل ما بنتكلمش عنها كتير بشكل منفتح وبشكل حقيقي، فانا حسيت الفيلم ده بيعمل كده. هو يلي قدر يجسد فكره هالفيلم باغنيه فهو الرابر افروتو يلي كتب تتر الفيلم بنص ساعه فقط. اتفرجت على جزء من الفيلم في المونتاج يعني وعشان افهم القصه بتاعت الفيلم، وفضلت اكتب في النوت عندي اللاينز اللي انا هتكلم عنها. لما جيت اكتب الاغنيه كتبتها باللي موجود عندي في النوت واللي انا فاكره عن الفيلم، وحاولت على قد ما اقدر اوصف يعني شخصيه البطل عن طريق الاغنيه. وهالفيلم توقف اكثر من مره بفتره التصوير لكن انتهى بحوالي 3 شهور، بس هالشي ما كان عائق بالنسبه لسينتيا اللي شاركت فيه كضيفه شرف. انا بحب الادوار اللي هي كده ضيفه شرف عشان بيبقوا يوم تصوير بيبقوا يوم تصوير وبتشوفي يعني الناس اللطفاء والفنانين اللي بتحبيهم وبتيجي على بريمير وبنقابلكم انتوا. فلا انا بيهمني دايما اعمل ظهورات كده في اعمال حلوه، مش بالضروره واحد يبقى عنده دور بطوله، بالعكس يشارك الى جانب ناس ابطال، حاجه حلوه بالنسبه لي. تعرفت على شرنوبي ما كنتش عارفه قبل كده، شاركت المره الثالثه مع محمد حفظي ولاجوني للمره الثانيه، وهدى المفتي صاحبتي وانا بحبها جدا، ام فان اوف هير، فبسطت قوي ان انا موجوده في الفيلم. طبعا غير هيك سينتيا خبرتنا عن مشاريع الجديده انها رح تشارك بثلاث مسلسلات هنن بيمبو ودليلك الذكي للطلاق ومسلسل 8 أيام من بطولتها. الثلاثه رح ينعرضوا على منصه شاهد. بس انا يعني بدي اقول لك شغله بسانت. اول شيء انا عم بتفرج على تقرير فيلم فرق خبره، اول شيء شكرا لمحمد حفظي طبعا، لانه عن جد اللي حكى انه نحن بحاجه افلام تتناول
هذا الجيل. صحيح. بعدين انبسطت لمحمد الشرنوبي اول بطوله مطلقه له. اثنين، صرنا زمان ما شفنا ابطال جداد، شباب جداد اخذين بطولات بفيلم جديد. يعني اذا بتتذكري، خلينا نرجع شوي هيك، منى وزكي واحمد السقا اخذوا فرصه هيك وصاروا عاملين كابل كثير حلو. صحيح. فان شاء الله يعني الموضوع مش غريب على حفظي، نحن عارفين دائما انه حفظي عنده يعني فهم، عنده هذا الذكاء والمد لقدام. اكزاكتلي.